أيسون بولا قمح. توقع بالنسبة لهذا الموسم بلوغ إنتاج يفوق المليوني قنطار، وبالنسبة لكولكت التجميع فمن المتوقع إن شاء الله أن يصل إلى 1,500,000 قنطار من قبل لاسيسيالاس. تم تسخير كل الإمكانيات والعتاد اللازم للتكفل الأمثل بسيرورة هذه الحملة على أحسن وجه وفي أحسن الظروف كذلك، إذ قمنا بتسخير 491 حاصدة، 4,103 جرار، 1,217 سهريج ماء، و1,769 قاطرة للنقل وتحويل المحصول.